بسم الله، اهلا بيكم جميعا. جايين النهارده اوريكم عصافير الروز اللي انا جبتها. عصافير الروز ديت من نوع يعني شبه عصافير الفشر، او هي فصيله منه يعني، بس بتتميز اللي بيبقى لونها اصفر زي ما حضراتكم شايفين، ومنقارها بيبقى كبير كده وحاد، وهم دلوقتي بياكلوا القت اهو زي ما حضراتكم شايفين، بيتحط لهم اي حاجه بقى، الخضار والحاجات دي كلها. بس عصافير الرز دي رخمة شوية في إنتاجها، بتبقى يعني إيه غامضة شوية كده عن العصافير التانية. فالعصافير دي أنا جبتها وهيأت لها المكان بتاعها، وغيرت لها بيت العش اللي هي هتبيض فيه، جبته أكبر من اللي انتوا شايفينه دلوقتي هتشوفوه حالا، وحطيت لها الجرينة أو اللي هو سعف النخل والحاجات دي عشان هيأ لها الجو إن هي تبيض وكده ويبقى فيه إنتاج برضه، جنب ما هي شكلها حلو وصوتها حلو، بس يعني صوتها عالي شوية، صوتها بيبقى صعب، ما ينفعش انها تبقى في البيوت، لازم تبقى في البلكونة او كده. وبتاكل اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين، ممكن التقتال اللي قدامها دي ممكن تنحتها كلها ما تبقاش فيها حاجة خالص. فالعصافير ده حصل معايا موقف مش حلو فيها، بس برضو انا مستمر وان شاء الله هحل الموقف ده والمشكلة دي، واللي عنده حل برضو يقدر يفيدني بيه يقوله لي في الكومنتات. العصافير ديت باضت عندي، بس هزوم لكم شوية عليهم علشان تشوفوهم. دي العصافير الروز، بيبقى جسمها اصفر، الريش بتاعها اصفر، واللي حوالين راسها ده بيسموه الطرحة، اللي هما اللي بيربوا العصافير وكده بيسموه كده. كل ما اللون ده بقى اغمق يعني احمر غامق كده، يبقى هي جاهزه دلوقتي للانتاج، وموسم الانتاج بتاعها بادئ ايه انها جاهزه تبيض وكده. فدول ما شاء الله جاهزين فعلا، وفعلا بضوا عندي، وهوريكم الصور بتاعت البيض دلوقتي، وهنتابع مع بعض من اول بيضه لغايه اخر بيضه. ده شكل العصافير اهو انا معلقهم، والقفص البيض اهو طولته. دي اول بيضه، اول بيضه ديت الواحد فرح بها جدا، وبقى يوم ولا التاني بدأت انها تبيض 2 3 لغاية ما وصلوا ل8 بيضات. دول 3 بيضات اهو، بعد كده هيكتروا دلوقتي هيبقوا 4، وبتبقى يعني كل يوم ويوم الاقي بيضة جديدة. فالواحد كان بيفرح الحاجة زي كده. ودي الرابعة اهي، وطبعا اللي بيربى عصافير الرز عارف هي بتبيض قد ايه، يعني هي بتبيض من 4 ل8 بيضات، فكل يوم افتح الاقي فيه بيض كل يوم يوم، لغاية ما وصلوا 8 بيضات. بس شوفوا المنظر اللي قدام حضراتكم ده، فتحت البيض كله بعد ما عدى 20 يوم او الاكتر، فما لقيتش فيه بذر اصلا، فكده في مشكلة. وبعدين العصفورين كانوا بيناموا على البيض، فدي برضو تفهمك ان دول نتايتين مش ذكرين، مش ذكر وانتاي قصدي. فبعد ما اتصدمت بصراحة لما فتحت البيض ولقيته كله كده، بس قدر الله ما شاء فعل، وهجيب لهم برضو كل أنثى فيه ذكر ونشوف هيحصل ايه. فلازم ان شاء الله هنجيب لهم الذكرين، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولما نحل المشكلة دي هنصور فيديو جديد. شكرا.